يا اهلا وسهلا. في موبايلات معينة كده لما تطلع لازم يتعملها فيديو، سواء الموبايل كان معايا او مش معايا، ومن الموبايلات دي موبايل اسمه الوان بلس 3. للي فيكم اللي مش عارف، شركة وان بلس هي شركة صينية دخلت السوق بجهاز اسمه وان بلس 1، وكان الهدف الرئيسي للشركة دي انها تقدم موبايل بنفس امكانيات الشركات الكبيرة زي سامسونج وابل، لكن في فئة سعر اقل من النص. وفعلا بدأت الشركة واصدرت الوان بلس 1 في ابريل 2014 بنفس امكانيات السامسونج جالاكسي S5. الوان نزل ب $300 بينما S5 نزل ب $700. وان بلس كانوا ناجحين جدا ساعتها، لدرجة ان الطلبات على الموبايل كانت اكتر بكتير من استيعاب الشركة للطلبات دي، عشان كده عملوا حاجة اسمها invite system او نظام الدعوة. مهم، بعديها بسنة نزلوا الوان بلس 2 والوان بلس اكس، ودلوقتي نزلوا الوان بلس 3. فالوان بلس 3 هو الموبايل الرابع من شركة وان بلس، الموبايل بحوالي نص سعر اي موبايل تاني بنفس الامكانيات. الوان بلس 3 بيجي معالج سناب دراجون 820 اللي هو اعلى معالج موجود في السوق حاليا. 6 جيجا بايت رام، انت سمعتش حاجة غلط، 6 جيجا بايت رام، ايوه صدقني، اعلى من 80% من اللابتوبات الموجودة في مصر. شاشة 5.5 بوصة فول اتش دي، عارف ان هي دي مش اعلى دقة في السوق، في 2K زي في الال جي جي 5 والاس 7، بس من وجهة نظري الشخصية فول اتش دي كويس جدا لحجم شاشة الموبايلات. ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وبطارية 3000 ملي امبير اور، ودي لحد ما نقطة سلبية بالنسبة لي. انا بفضل لو شاشة 5.5 انش تكون بطارية 3300 فيما فوق. وطبعا ده بالاضافة لكل الحاجات اللي تتوقعها من اي موبايل جامد، 16 ميجا بيكسل كاميرا خلفية بدقة الوان ونقاء صورة تحفة، بطارية فاست شارجنج من 0 ل 60 في حوالي 30 دقيقة، كل ده بسعر $400 بينما موبايل تاني زي السامسونج جالاكسي S7 Edge ب $750. من الكلام الكتير قريته على الانترنت واراء الناس في الموبايل اللي مسكته فعليا، كونت انا وجهة نظر بسيطة عايز اشاركها معاك. الوان بلس 3 مش متميز في اي حاجة، لكن هو موبايل حلو جدا ورائع في كل حاجة. بمعنى الجالاكسي S7 الكاميرا بتاعته هي فعلا احسن كاميرا في السوق، الال جي جي 5 في امكانيات اللي انت تطلع البطاريه وتحط حاجات غريبه جوه الموبايل واكسسوارز وهاي فاي ولاي فاي، حاجات غريبه كده. الوان بلس 3 ما فيهوش اي حاجه من الحاجات الغريبه دي، لكن هو موبايل فيه كل حاجه ستاندرد، في اعلى بروسيسور في السوق، اعلى رامات في السوق، بطاريه افريج، وكاميرا 16 ميجا بيكسل كويسه بس مش احسن واحده في السوق زي الاس 7 زي ما قلت لكم. لو عجبك الفيديو دوس زرار لايك واشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي فيديوهات بعد كده من خلال زرار السبسكرايب اللي تحت الاسم. وانتوا اللي هتقرروا الفيديو الجاي اذا كان مراجعه لهاتف الانج 2 اللي انا قعدت اعلن عنه كتير وعملت عنه الانبوكسنج من الفيديو ده، او مقارنه ما بين الوان بلس 3 والنكسس 6 بي. انتوا اللي هتقرروا اي فيديو فيهم هيكون الفيديو اللي جاي. مستني اشوف تعليقاتكم، اشوفكم في الفيديو اللي انتوا هتختاروه.